منذ 40 عاماً زار الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه موريتانيا، حيث أرست تلك الزيارة حجر الأساس لعلاقة وطيدة بين الدولتين. وعلى مدى العقود الأربعة الأخيرة نمت الشراكة بين الإمارات وموريتانيا، واليوم نحتفل بصرح جديد يعزز أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين. أنشأت مصدر مبادرة أبوظبي للطاقة المتجددة والرائدة عالمياً في تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة شراكة مع موريتانيا لتنفيذ أول منشأة على مستوى المرافق واسعة النطاق لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية في موريتانيا والأكبر من نوعها في أفريقيا. ويمثل ذلك محطة مهمة تجاه تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز أمن الطاقة والتنمية الاجتماعية. ومنذ إعلان المشروع التزمت مصدر وشريكتها المحلية سومالك بهذا المشروع لضمان إنجازه بنجاح، وتم تشكيل فريق عمل يضم 6 جنسيات لتنفيذ المشروع بدءاً من شراء المواد وتمديد الأسلاك تحت الأرض وصولاً إلى الاختبار ورصد بنى الدعم في المنشأة. 29,826 لوحاً ذات غشاء رقيق. تبلغ مساحة المنشأة 300,000 متر مربع. تصل الاستطاعة إلى 15 ميجاوات، وستولد طاقة كافية لإمداد 10,000 منزل في نواكشوط بالكهرباء. يتوقع أن تنتج المحطة 25.5 جيجاوات لكل ساعة سنوياً من الطاقة النظيفة، مما يؤمن 10% من إمكانيات موريتانيا الكهربائية. وإلى جانب تطوير قطاع الكهرباء في موريتانيا، سيسهم المشروع بتفادي إطلاق 21,225 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يخفض انبعاثات غازات الدفيئة ويساعد في الحد من تداعيات تغير المناخ. إن الشراكة وتضافر الجهود هما رافدان أساسيان لحل تحديات طاقة المستقبل، ويشكل هذا المشروع جهداً مشتركاً بين مصدر من دولة الإمارات ووزارة الطاقة الموريتانية لتعزيز استفادة المجتمع من خدمات الطاقة وزيادة حصة الطاقة المتجددة في المزيج العالمي للطاقة. منذ تأسيسها تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدة الدول النامية للتقدم على درب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واليوم يؤكد هذا المشروع الجدوى التجارية للطاقة المتجددة وقدرتها على ضمان مستقبل أكثر استدامة.